الو، اتفضل. السلام عليكم. وعليك السلام. أنا عندي إشكال، عندي إشكال بسيطة لو سمح لا، لي. انت عندك اشكال في الرواية؟ قبل شوي، لا قبل شوي ذكرت آية ما لأزانيا كحزانيا، صح لو مو صح؟ علي صوتك شوية بس. أقول لك قبل شوي ذكرت رواية إنه الزاني ينكح زانية بالقرآن الكريم، آية بسورة النور. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها أي إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. تمام، هاي ذكرتها بسورة النور، صح لو مو صح؟ صح، اتفضل. زين، ما رأيك بالآية اللي تقول يا نساء النبي من يأتي من كن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، وبآية ثانية ما وضربنا لكم مثلا امرأتي نوح ولوط. ايوه حضرتك، هات لي بس انت واحد شيعي عالم واحد قال ان الخيانه خيانه عرض. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه يا لا، نساء مو النبي، انا اسمعني بس، لك خليني آية من اجاوبك، القرآن والله لا الكريم. اجاوبك، خليني اجاوبك عزيزي، بجاوبك والله تفضل بجاوبك. انت مش طرحت تفضل سؤالك، يبقى تفضل تسمع الاجابه. تمام تفضل. اولا، الايه الاولى يدخل فيها السيده فاطمه بدليل ايه؟ دليلك يا وليد، الم تقل انت يا يا نساء نساء النبي، النبي، سيدة فاطمة نساء نبي لو نساء الإمام علي يعني. يا نساء النبي. لحظة واحدة واحدة، أنت أي بتقول إيه طيب؟ معلش، أنت بتقول السيدة فاطمة من نساء النبي ولا من نساء علي؟ متأكد؟ السيدة فاطمة البتر. طيب ماشي، نروح لآية المباهلة. آية المباهلة ماذا تقول؟ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونا أي ونساءنا. وياك. من الذي قال ونساءنا؟ إيه بس أنت ما نعم على من سؤالي. الذي قال نساءنا؟ دخل الغرفة اللي ما فيهاش شبكة. قلت لك جبت آية دخل الغرفة اللي ما الثاني فيهاش لا شبكة. ينكح إلا يا ثاني، ما أستاذ قلت لو لك إنه سمحت، القرآن عند مكحول في آية وضربنا المباهلة، لكم مثلا من امرأتي الذي ولوط، قال يعني هل انتم ونساءنا؟ وفديكم انه نوح كان في زاني؟ آية المباهلة، من انت الذي قال ونساءنا؟ عوف هاي الآية، عوف هاي الآية، عوف هذه انا ما الآية. اريد هاي. لا، وأنا ما بعوفش هنا، أنا بعوف المتكلم على طول. اللي يقول لي عوف الكتب بتاعتنا بعوفه، واللي يقول لي عوف آية بعوفه، واللي يقول لي عوف المعصوم بعوفه، واللي يقول لي عوف علي بعوفه، واللي يقول لي عوف فاطمة بعوفه هو. ما حدش يقول لي عوف. العوف آية، عوف الآية. أنا جاي أطعن في عائشة بس، أنا جاي أطعن في عائشة بس، تورطني. عوف الآية، عوف الآية.